كده اتاكد ان كل كلامنا عن مرض الحاج طلع صح، وان حالته كل يوم بتسوء، وسليم وصبري راحوا للمستشفى. لكن الراجل اللي انا حاطه هناك بلغني ان عطله المحامي هو اللي قابله لوحده. اه كده بقى يبقى اكيد طلب منه حاجه محتاجه لاجراءات قانونيه. السؤال، ثابت وماجد عندهم فكره بالموضوع ده؟ ولا عندهم فكره، لان محدش منهم كان في المستشفى يوم ما راح عطله المحامي. اه يبقى معنى كده ان الحاج مش عايزهم يعرفوا. يبقى احنا لازم نتحرك بسرعه ونخليهم يعرفوا. انا قررت اعمل حاجه يا فردوس، وعاوزك توافقيني عليها. خير يا حاج؟ قررت اكتبلك كل املاكي، يعني المجموعه وكل ما املك بيع وشراء. كلام ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ اللي سمعتيه فردوس. انا رايح اقابل رب كريم، ومش عاوز اسيبك الا وانتي ملكه. بعد الشر عليك يا حبيبي، اعمل معروف، ما تقولش كلام ده قدامي ارجوك. اسمعيني بس، الفلوس لما تبقى في ايديكي انت مش هتبخلي على عيالك، انما لو بقت في ايديهم هم هيبخلوا عليكي. صدقيني يا فردوس، انا عاوز اموت وانا ضميري مرتاح. كلام ايه اللي بتقوله ده بس يا حاج؟ انت عايز ولادي يخدموني عشان خاطر الفلوس؟ نصيبنا كده يا فردوس، زرعتنا ما طلعتش زي ما حبينا. ولادي لو سبت لهم الفلوس ما اضمنش هيعملوا معاكي ايه في غيابي، لكن كده وكل الفلوس معاكي هيخدموكي بعينيهم. حرام عليك يا ابراهيم، كلامك ده بيقطع لي قلبي من جوه. وانتي ما تتصرفيش معاهم اي تصرف الا من بعد ما تسالي اتنين، الحاج عبد الله والحاج فتحي كرامه، ولو حاجه في المجموعه تسالي صبري وسليم، والشؤون القانونيه طبعا انت عارفه عطا الله. كل دول انا سايبهم لك زي ما سبت لك املاكي، هيخدموك بعينيهم ومش عايزين توصيه. أنا مش عايزة أي حاجة، عايزك ترجع لنا بألف سلامة، وإن شاء الله عندي يقين بالله إنك هتبقى زي الفل وهتروق وهتخف إن شاء الله. شوية. ايه الاخبار يا حبيبتي؟ هو في عروسه اهلها ما بيجوش يباركولها؟ ده حتى اخواتي ما فكروش يكلموني في التليفون. معلش يا حبيبتي، اعذريهم برضو، مشغولين بتعب الحج واداره المجموعه. المهم طمنيني انت عليكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، بس لسه قلقانه على بابا قوي. ما تقلقيش يا مديحه، ان شاء الله ان شاء الله هيبقى زي الفل وهيخف وهيبقى كويس قوي كمان، وهيجيلك بنفسه ويبارك لك. حاسه ان كل اللي حصل لبابا ده بسببي، انا السبب في كل ده. اللي حصل حصل خلاص، المرض والشفاء بامر الله. المهم بقى عايزاكي كده تضحكي وتورينا ضحكتك، عشان باباكي لما يشوفك يلاقيكي كده مبسوطه وفرحانه عشان يطمن عليكي. هفرح ازاي بس يا سلوى وهو تعبان؟ ما قلنا يا مديحه، ضحكتك الحلوه هي اللي هتطمنوا عليكي. تطمنوا على ايه؟ ما تنسيش يا مديحه ان باباكي عنده احساس ان سمير متجوزك عشان طمعان فيكي. بالعكس بقى، سمير بيحبني جدا وبيخاف عليا. يبقى ده بقى اللي بابا لازم يعرفه، ولما يقوم بالسلامه ان شاء الله يشوف ده بعينيه. تفتكري بابا ممكن يغير رايه ويحب سمير؟ اكيد طبعا، باباكي بيحبك انت يا مديحه، وهيحب اي حد بيحبك وبيخاف عليكي. الحقيقه يا عم لما باجي فتحتني في الموضوع انا رحبت جدا، وفضيت لك النهارده مكتب مدير العلاقات العامه، ونقلت المدير لحاجه تانية. وانا ما عنديش اي مانع يا ماجد يا ابني، وخصوصا اني مقتنع بان العلاقات العامه دي
واجهت المؤسسة الاقتصادية ومقتنع برضو ان اللي يمسكها لازم يبقى راجل مودرن وشيك. في الحتة دي بقى انتوا احسنتوا الاختيار ده، بالاضافة ان المجموعة تهمني. ما تفتكرش ان سمير ومديحة هم بس اولادي، لا انتوا كلكم اولادي. طبعا يا عمو طبعا. بس في مشكلة صغيرة. مشكلة ايه؟ يعني مكتب الراجل مدير العلاقات العامة بتاعكم القديم ده، يعني ده حتى ما ينفعش يبقى مكتب رئيس وردية عمال في مصنع. فياريت لو تشوفوا لي مكتب اوسع شويه وانا هفرشه واظبطه على طريقتي. تحت امرك يا ممكن. عبد الحميد بعد اذنك تعال لي. تحت امرك يا ماجد بيه. عبد الحميد بعد اذنك هتاخد سامي بيه وتلف معاه المكتب اللي يعجبه في المجموعه تفضيه له ويحط التصور اللي هو شايفه للفرش وبتاع مشتريات ينفذه فورا. تحت امرك. اتفضل يا سامي بيه. نورت يا باشا. ايه يا حبيبتي، خلاص بابا كله تمام ومبسوط وزي الفل. اهلا يا مدام رحمه. اهلا بحضرتك. ايه انا قلت نسيتيني ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت مستنيه ظابط حسن يوصل لاي حاجه زي ما حضرتك قلت لي. الجماعه دول منظمين قوي، مافيا مسيطره على شويه مستشفيات وبيتاجروا بكل حاجه فيها. وكمان احنا مش عارفين لحد دلوقتي هم مسيطرين على المستشفى قد ايه، عشان هما ما بيدخلوش اي حد غريب وسطيهم ولا جديد، وشكلهم شكوا في حسن. الدكتور رشاد قال له انت كويس وما عملوش حاجه. طب اسمع بقى، انا جايبه لك معلومات مهمه جدا. والله طب احكي لي. الدكتوره هاله جراحه عندنا في المستشفى، بتشتغل بعد الظهر في عياده جراح كبير جدا. ده عياده الدكتور صفوت الغندور. الله، ما انتوا عارفين كل حاجه بقى، امال مدوخني معاكوا ليه؟ بص يا مدام رحمه، انا هفهمك بس يا ريت ما تزعليش مننا. من ساعة ما جيتلنا المرة اللي فاتت واحنا مراقبينك، عشان ما كناش عارفين انت فعلا شفت حاجات وشكة فيها ولا ممكن تكوني تابعة العصابة دي، وتكونوا عايزين تعرفوا احنا كاشفينكم ولا لا، لحد ما تأكدنا من صحة موقفك. وكمان سمعنا الدكتورة هالة وهي بتحكي لك حكاية المريض اللي من غير كلمة. زعلانة ولا؟ لا ابدا انا مش زعلانة، ده معناه ان انتوا شايفين شغلكم كويس وعارفين كل حاجة عن الناس دي من قبل ما انا اجيلكم. لكن السؤال، ليه ما قبضتوش عليهم لحد دلوقتي؟ رغم كل اللي عملناه لحد دلوقتي ما قدرناش نمسك دليل مادي حقيقي عليهم، كلها شكوك. لازم دليل قوي عشان لما يروحوا بيه المحكمة ما يلفوش زي التعبين ويطلعوا براءة. دي مافيا، مافيا كبيرة قوي، فلوس واتصالات وامكانيات ملهاش حدود. طب قولي هنعمل ايه؟ يلا يا محلاوي اتكل انت على الله. مش هخليها تغيب عن عينيا. لو قدرت تخليها تحت عينيك ل 24 ساعة يبقى تمام. هيحصل يا دكتور. طيب اتكل على الله. واتفقنا على خطة هتوصلنا المعلومات في غاية الأهمية عشان نعمل لهم قضية ما تخرجش المية. بس الحمد لله طلعوا متابعين وعارفين كل حاجة أكتر كمان من اللي احنا نعرفه. طب كويس جدا، بس هنبتدي ازاي؟ ايه ناوية تساعديني؟ طبعا، اعتبريني دراعك اليمين، انا اعمل اي حاجه انت عاوزاني اعملها من غير ما اتكلم ولا افتح بقي. طب تعالي معايا. على فين؟ انت مش قلتي انك عايزه تساعديني وهتعملي اي حاجه من غير ما تتكلمي ولا تفتحي بقك؟ ايوه بس احب افهم. طيب يا ستي انا هفهمك. سمونا بحاجه تانية ثابت بيه. لا روح انت دلوقتي. خد يا باشا. ها يا سيادة رئيس مجلس الإدارة، قصدك القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة. مش فارقة، رئيس قائم بأعماله، المهم في الآخر إنك تقدر توقع مكانه. طبعا أقدر أوقع. شوف أنت عايز إيه وتيجي لأخوك الكبير تتعامل معاه باحترام وتقبل الأيادي، وأكيد هيتعطف عليك ويمضي لك. نعم تتعطف عليا؟ لا احنا ما اخترناكش عشان تتعطف عليا، انا عايزك تفكها، فكها خالص، فكها جدا، وعوضنا بقى على السنين اللي فاتت. ولا ايه يا ابو ابراهيم؟ ولو ان كلامك مش صح، ابوك ما كانش بيتعطف علينا، ابوك كان بيذلنا وبيستمتع انه يذلنا. لكن انا بقى هبشبشها عليك وهخليك تعرف الفرق
بين كرم ثابت وبخل ابراهيم. اموت في كرم ثابت.